بص النقطة دي، مرة علماني عربي علق على بوست بتاع داعية عربي. الداعية كان بيتكلم في البوست ان احنا نحافظ على الادعية والاذكار في مواجهة الامراض والاوبئة والمشاكل اللي احنا بنعدي بيها. فقال له بطلوا بقى تخلف ودرويشة، الدنيا دلوقتي بتواجه الموضوع ده بالعلم مش بكلام الدرويش اللي انتوا بتقولوه ده. اتعلموا من الدول العلمانية المتقدمة، اتعلموا من امريكا مثلا. فقام ترامب رئيس امريكا اكبر دولة علمانية في العالم عمل تويت على تويتر بيدعو فيها الناس كلها للصلاة يوم 15 مارس عشان يلجأوا لربنا سبحانه وتعالى انه يرفع عنهم الوباء ده. الله مكسوف لك، الله كبسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. وخلوني سريعا ارى لكم التويتة بتاع ترامب من على تويتر عشان تسمعوا قال ايه. It's my great honor to declare Sunday March 15th as a national day of prayer. We are a country that throughout our history has looked to God for protection and strength. In times like this, no matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together we will easily prevail. يعني بالبلدي ده شرف عظيم ليا جدا ان اعلن يوم الاحد القادم يوم 15 مارس يوم للصلاة والدعاء. احنا بلد طول عمرها كانت بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى عشان يرفع عنها الشدائد، وعشان كده انا بقول لك في اي مكان هتكون فيه اليوم ده خليه للصلاة والدعاء، مع بعض هنقدر نعديها. سبحان الله يا اخي، وقت الجد كل حاجة بتقع، المادية بتنهار، وتلاقي العالم كله بفطرة داخلية يلجأ الى الله. طبعا انا بتكلم عن الناس اللي عندها الفطرة، مش الناس اللي الفطرة بتاعتها راحت في داهية وما بقاش عندها فطرة اصلا. وانا اسف في الجملة اللي جاية دي بس لازم اقولها. تعالوا بقى نتعلم من هذا العلماني ترامب اللي ما تعرفش بيعبد ايه اصلا، وننظر في حالنا احنا المسلمين عباد الله الحقيقيين. المسلم مننا بيتكسف يقول كده، يقول ان احنا يا جماعه احد اهم الحاجات اللي المفروض نعملها في اليومين دول هو اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، كثره الصلاه والدعاء والعوده الى طريق الله. ركزوا معايا يا اخوان، الابتلاءات يا رسائل ربنا سبحانه وتعالى لعباده، حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيوريها لنا عشان نفوق من الجري ورا الدنيا، من البحث عن المال والشهرة والترقية والمش عارف ايه. ركزوا، فوقوا، ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. والرسائل دي ما اقراهاش غير قلب سليم مفوق فاهم. بس كتير دلوقتي بتسأل ليه يا رب بتعمل فينا كده، في حين السؤال الصح اللي المفروض يتسأل دلوقتي يا ترى رب هو انت عايز مني ايه في الفترة دي اعمله. اللي هيسأل السؤال ده ويركز معاه هيوصلوا الاجابة، ولما توصلوا الاجابة ويعملها هو بس هيبقى الرابح. رابح بقى سواء اصابه الوباء ولا ما اصابوش، جاله البلاء ولا ما جالوش، لانه يربح عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى علمنا اسلوب التعامل ده في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ووراهم الايات عشان يتضرعوا يرجعوا لربنا سبحانه وتعالى، يقربوا منه يتوبوا. الايه اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. مش المفروض لما كانوا يشوفوا الايات دي يقولوا يا رب يرجعوا يتوبوا يقربوا؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قلوبهم ما بقتش تشوف الابتلاء، بقت تلجأ لأي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، والشيطان زين لهم كل حاجة إلا طريق ربنا. فلوسك هتنقذك، علمك هينقذك، أي حاجة هتنقذك إلا ربنا، وما تدورش في الطريق ده. فما يدوروش. إيه اللي حصل لهم يا رب؟ يقول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ده مش بس البلاء راح بقى، لا ده كمان اتبدل البلاء بخير، بقى عندهم فلوس وصحة وجسم وكل اللي نفسهم فيه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بالفلوس والعطاء والصحة وخلاص بعدوا عن ربنا سبحانه وتعالى، أخذناهم بغتة، ما خدوش فرصة تانية ولا علامة تانية تفكرهم بربنا. في لحظة كل شيء انتهى. فإذا هم مبلسون، مبلسون، فقدوا الأمل، حزنا، ما عندهمش فرصة تانية خلاص، ويندموا على الابتلاء اللي شافوه ما فهموهوش. فاللهم يا رب ارزقنا البصيرة، فتح عينينا وخلينا نفهم الرسالة. لأن انت قدامك حاجة من اتنين، يا تفهم الرسالة فتعود لربنا سبحانه وتعالى وتربح في الدنيا والآخرة، يا تبص للرسالة وانت بتضحك وبتتريق وفاكر ان الحل في اي حتة غير في ايد ربنا، فتخسر في الدنيا والآخرة حتى لو البلاء عدى عليك واتقلب قصاد عينك نعمة. والى هنا ايها السيدات والسادة انتهى فيديو النهاردة. وقبل ما تقفل ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب على اليوتيوب، ولايك لصفحة الفيسبوك. ولو حابب تدعم القناة هحط لك لينك الدعم على باتريون في الديسكريبشن وفي اول كومنت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وشير في الخير وعرف الغير. انا بحبكم في الله، شوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 وطلع لي كل الفيديوهات. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.